التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام لينطلق شوط جديد واول اشواط الجعدان ضمن اشواط شرايا. مباشره نسير في هذا الشوط وننطلق مع هذا المركز واللي في المركز الاول الشبابي محمد بن سعيد بن محمد الحبابي من ياتي على المركز الاول، بينما اللي في المركز الثاني هناك في ثاني المراكز القاضي نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري وصل على ثاني المراكز، والمركز الثالث مجد جمع بن نافع الشدي المنصوري وصل مجد في هذه اللحظات، بينما الدخول من الجانب الاخر اللي وصل من الجانب الاخر على المركز الرابع هناك يتدخل من عمق الميدان يحمل الرقم 52 اللي هو الضغط عبيد بن خليفة باللي سيود الدرعي وصل بهذه اللحظات، ولكن الدخول من الاسم القادم هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام مهاجم محمد بن حمد بن يابر المري وصل، ولكن هنا القادم شاهين سهيل بسعيد بذويب العامري اللي وصل بهذه اللحظات بدا يتدخل من عمق الميدان. العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول وصداره هذا الشوط القاضي نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري اللي غير الصداره. شاهين ايضا سهيل بن سعيد بذويب العامري بدا يغير الصداره والمركز الاول. ما شاء الله على هذه الاسماء القويه والعملاقه. اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام العوده الى التغييرات، العوده الى الانطلاق، العوده الى شاهين. هناك من ياتي ايضا سهيل بن سعيد بالذويب العامري يقدم شاهين على المركز الاول، بينما المركز الثاني الوصول من اللي هو شاهين ناصر بن خويت بن بخيت العامري ياتي على ثاني المراكز، والمركز الثالث وصل بهذه اللحظات اللي هو معزز في ثالث المراكز. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام هنا ياتي هلال بن ماجد بن راشد المنصوري وصل مع معزز بدا يعزز الصداره، ولكن الوصول والقادم عنيد سعيد بن عامر بن حمد النيادي وصل في هذه اللحظات. الله الله شوفوا القادم هنا اللي هو الابحر وصل حمد بن محمد السالم بن جهويل المري بدا يبحر في بر الناموس، ومجد القادم مجد يمع بن نافع الشدي المنصوري، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى معزز الهلال بن ماجد بن راشد المنصوري ما زال على الصدارة، ما زال على المركز الأول، ولكن التغيير من الأبحر، الأبجر هو اللي في المركز الأول، حمد بن محمد بن سالم الجهويل المري يقدم هذا الاسم، يقدم هذا الانطلاق، ينطلق مع المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الأبجر ياتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هنا. إذا الأبجر اسم رنان، ولكن هنا القادم، هنا المنطلق. الله 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 اللي وصل مياس علي بن محمد بن سعيد بن حميدان بدأ يغير، بن حميدان بدأ ينطلق إلى الصدارة إلى المركز الأول، وأيضا غادر الجميع. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل اللي وصل علي بن محمد بن سعيد بن حميدان وغير الجميع. إذا تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا من ايضا تحمل رقم 24 او يحمل رقم 24 الابجر ياتي هنا حمد بن محمد سالم الجهويل، والمركز الثالث وصول من الرقم 44 معزز هلال بن مايد بن راشد المنصوري. المركز الرابع هناك شاهين وصل سهيل بسعيد بدوي بالعامري. المركز الخامس وصول ايضا من مجد ليمعى بن نافع الشدي المنصوري. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ايضا لحظات الاعاده بالتوقيت الزمني من خلال هذه المنافسه القويه والعملاقه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام العوده هنا لحظات الوصول من ياتي حاملا رقم 32 اللي هو علي بن محمد بن سعيد بن حميدان.
وصل في الفوز والانتصار ليقطع مسافة السباق. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة هنا ما شاء الله تبارك الله، 4:24 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا العلي بن محمد سعيد بن حميدان المركز الثاني، وصل فيه أيضا الأبجر لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل ب4:26 ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث ايضا وصل في 4:27 وجزئيني من الثانيه، اللي هو معزز هلال بن مايد بن راشد المنصوري. تهانينا والناموس للجميع.